مساء الخير، أهلا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وضيفنا المميز المنتظر من زمان قوي، أستاذنا الكبير أستاذ محمد المسيح. أهلا بحضرتك، شرفتني. أهلا أهلا وسهلا الأستاذة سهيلة، أنا فرحان أن أكون معك في هذه الحلقة، وأتمنى أن تكون مميزة، وأهلا وسهلا بالجمهور الكريم، وأتمنى أنه الجمهور يتعرف على محمد المسيح من خلال هذا اللقاء، ويكون لنا لقاءات أخرى، وشكرا. أكيد أكيد، يشرفنا طبعا يا أستاذ، يشرفنا. النهارده هنتكلم طبعا أستاذ محمد، زي ما بيقولوا كده لا يخفى القمر، متخصص وباحث دؤوب دؤوب وشغوف بالمخطوطات، وخصوصا تاريخية أو الميثولوجيا الأديان، له باع طويل ووضح لنا أمور كتيرة جدا في أصل مخطوطات كتيرة. وضح حقيقة أقدم المخطوطات للقرآن الكريم، مثلا مخطوطة صنعاء، المخطوطة الموجودة بمكتبة إنجلترا. أكيد أنتم متحمسين زي بالظبط كده للحلقة، خصوصا إن النهاردة هنتكلم عن أصل قصة الفيل أو سورة الفيل في القرآن. سورة بتقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، إلى آخر الآية. هنتعرف النهاردة من أستاذنا الكبير على أصل هذه القصة. أنا طبعا أستاذ محمد أميل لأنها تكون محاضرة، حضرتك اتفضل، الهواء ملك لك، اتفضل عرفنا بالقصة دي، إيه تاريخيتها، أصلها إيه، المكان بتاعها المفروض إن هي جاية من اليمن، قصة رجل يدعى أبرهة، رجل مسيحي، بسبب إن أحد المسلمين ذهب إلى القليس الذي بناها في اليمن وأحدث فيها، يعني عمل بيبي فيها، عمل زي ما الناس بتقول زي الناس، فقرر أبرهة إنه ينتقم، وسأل الراجل ده عمل كده ليه؟ قالوا إنه جاي ينتقم لكعبته الموجودة بمكة. فقرر هذا الأبرهة، يسمى إنه أبرهة الأشرم، إنه لأنه كان قائد عسكري مغوار، كان له حروب كتير فاتعور في وشه، فمن هنا سموه الاسم ده، المسلمين طبعا كتبت التراث. فقرر انه ينتقم للقليس بتاعته، وذهب ليهدم الكعبه، واخذ معه، يقال، فيل اسمه محمود، وفي روايات تانية بتقول ان هي مجموعه افيال. فالله سبحانه وتعالى كان له رد في هذه على هذه الفعله، وارسل عليه ما عرفناه بقى بعد طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل مسومه، يعني عليها اسم كل فيل واسم كل جندي. فعايزين نشوف الكلام ده ايه يا استاذ محمد، انت شايفه ايه، الدنيا ازاي؟ تفضل، معك المايك، تفضل. نعم، شكرا. والرجل عاد فسادا او عمل بيبي زي ما حضرتك قلتي، وما ايوه كانش هو، كان من العرب، وحنتكلم عن الموضوع ده حسب الرواية الإسلامية. طبعا الموضوع هو
باختصار زي ما كل أحبائي المسلمين عارفين قصة، وحتى الأطفال الصغيرة بتعرف القصة كويس، موضوع طير الأبابيل، أبرهة عايز يهدم الكعبة، وطبعا رب الكعبة حمى الكعبة، وكل القصة اللي احنا عارفينها. الموضوع ده يعني ظهر نقاش حاد ما بين المستشرقين، وحنتكلم عن مجموعة من المستشرقين اللي هم حاولوا ما أمكن أنهم يتعرفوا على القصة وعن خلفيتها التاريخية، وهل هي قصة يعني خرافية أو فعلا حقيقية. حنتكلم عن أقوال المستشرقين يعني اللي هم تحدثوا عن صورة الفيل، وكذلك حنتكلم طبعا عن أقوال علماء المسلمين، لأنه لازم قبل ما نتكلم عن الموضوع لازم نتحدث عن أقوال العلماء، بيفسروا القصة إزاي، إمتى اتكتب الموضوع إلى آخره. وطبعا من بين المستشرقين الذين تحدثوا عن صورة الفيل كان أستاذي الدكتور كريستوف ليكسنبرغ، وهو أستاذي في مادة الفيلولوجيا في سنة 2013 في مؤتمر هلسنكي تحت إشراف كيميديا ومشاركة جامعة هلسنكي وجامعة ساربروكن، يعني تحت مظلتها معهد إنارة الألماني. فكان مؤتمر حول التاريخ المبكر للإسلام وفترة القرن السابع الميلادي والقرن الثامن، وتحدث الدكتور كريستوف ليكسنبرغ من الناحية الفيلولوجية عن هذه القصة، قصة الفيل. وكطبعه في الدراسة الفيلولوجية حاول تغيير تنقيط الكلمة فيل، لأنه المصاحف الأولى والمخطوطات القديمة جاءت أو هي تخلو أو خالية من التنقيط والتشكيل والهمزة وألف المد وظواهر قواعد لغة يعني مختلفة كثيرة. فمن هذه الناحية هو دخل لفك شفرة هذه القصة، وقرأ كلمة فيل بكلمة قيل، والقيل هو منصب أميري عند ملوك حمير كما جاء في لسان العرب لابن منظور. ولكن الإشكالية اللي حصلت أنه لم يحل اللغز من الناحية التاريخية، فمن الناحية التاريخية وخاصة عند المتخصصين في التاريخ المبكر للإسلام يعرفون جيدا أن بروكوبيوس اللي عاش في الفترة اللي عاش فيها أبرهة تحدث عن أبرهة وعن ما قبل أبرهة إلى سنة 560 ميلادية، تحدث عن كل التفاصيل الموجودة في قصة هذا الرجل، ولم يتحدث قط عن حملة عسكرية في اتجاه مكة لهدمها. بقي الموضوع لغزا، ولهذا السبب رأيت أن أقدم بحثا في هذا الموضوع من الناحية التاريخية، والبحث عن هذه القصة في التاريخ المبكر للإسلام. ولحسن حظي حصلت على نص لهذه القصة، نص بالكامل موجودة عند المؤرخ الأرميني سيبيوس، واستطعت أن أجد الكلمات والعبارات الموجودة في هذه الصورة تقريبا هي نفسها، بس باللغة الأرمينية، تختلف شيئا ما لأنه بسبب انتقال هذه القصة من اللغة الأرمينية إلى اللغة اليونانية واللغة السريانية واللغة الفارسية، لكن الفارسية غير موجودة، انتقالها من لغة أرمينية للغة سريانية إلى لسان عربي يعني تغيرت بعض الشيء، فأصبحت بالشكل اللي احنا بنعرفه في قصة سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
إلى آخر الصورة. معهد إنارة الألماني صدر 10 مجلدات، من بين المجلدات هذا المجلد رقم 8، ففيه المقال اللي أنا تحدثت فيه عن هذا الموضوع في ما يناهز 38 صفحة عن هذا الموضوع. فبداية يعني لو ذهبنا إلى أقوال علماء الإسلام في سورة الفيل، وكل هذه الأقوال يعني من الغريب أن نجدها تعود للعصر العباسي، يعني بداية من العصر العباسي، خاصة في عصر أبو جعفر المنصور العباسي، وبدأت تتطور تفسيرات في هذا العصر. لكن قبل هذا التاريخ، قبل العصر العباسي، لا يوجد أي شيء عن هذه القصة في الموروث العربي، ولا موجود لا نقوش ولا مخطوطات تتحدث عن هذا الموضوع، إلا فيما يوجد في مخطوطات القرآن طبعا تتحدث عن سورة الفيل. لكن في القرآن سورة الفيل لم يتحدث القرآن عن من هم هؤلاء أصحاب الفيل، متى عاشوا، أين، كل الأسئلة التاريخية اللي ممكن تطرح لا توجد إجابة، هي فقط رؤوس أقلام موجودة في هذه الصورة، سورة الفيل، وكأننا أمام موضوع معروف لدى كل العرب اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، فقط يعني أنه نوع من التذكير لهذه القصة. فعلماء الإسلام طبعا في العصر العباسي تفننوا في وصف هذه القصة، وكأنهم يعني كانوا شهود عيان، رغم أن هناك أكثر من قرنين على هذا الحادث وقت كتابة التفسيرات والسيرة، خاصة سيرة الرسول وما قبل سيرة الرسول. إذن لما تحدث علماء الإسلام في هذا الموضوع عن أصحاب الفيل، فطبعا قالوا بأن هم أبرهة الأشرم ملك اليمن وجيشه، هذا هو أصحاب الفيل، وذلك في عام الفيل، عام ولادة الرسول، سنة 571 أو سنة 570 تقريبا. الفكرة هي جاءوا لتهديم أو لتخريب الكعبة، ومعهم فيل يدعى كما حضرتك تفضلت محمود، اسمه محمود، انتقاما من أبرهة لما صنعه رجل من بني كنانة. يعني الإسلام كان لم يكن بعد، فكان شخص من بني كنانة دنس كنيسة القليس، وهي يعني الاسم المشهور اللي أعطي لها في الموروث الإسلامي. والقليس هي طبعا من كلمة جليسيا باللغة اليونانية، معناها الكنيسة، يعني كنيسة صنعاء. فأبرهة بنى كنيسة شهيرة، وهذه الكنيسة يقال أن رجل من العرب من بني كنانة هو من يعني دنسها، فكانت يعني شاط غضبا أبرهة وأراد أن ينتقم يعني من العرب، وأن يذهب إلى الكعبة، كعبة مكة، لكي يهدمها انتقاما منه على ما فعله هذا الرجل. وهنا تطرح عدة أسئلة، هي أولا أنه هل هذه الكنيسة يعني كانت كنيسة بدون حراسة وبدون أي شيء، أي شخص موجود فيها حتى يعني لا يتركوه أن يدنسها، ومن هذا الأحمق الذي يستطيع أن يدخل إلى مكان مقدس عندهم في هذا البلد، وهي أكبر كنيسة كانت وقتها، ويفعل فعلته. يعني هناك عدة تساؤلات عن كيف تجرأ هذا الرجل لكي يفعل فعلته. كذلك يعني هناك إشارة
ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ طبعا هناك دعوة صريحة أن هؤلاء الأحباش، أو على الأقل الجنود الأحباش اللي كانوا في اليمن وحملتهم العسكرية في اتجاه مكة، يعني كان فيها نوع من الكيد والاحتيال وكذلك التضليل، في معنى ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أن الله أرسل على أبرهة وجيشه أسرابا من الطيور. طبعا اختلف العلماء كعادتهم، أو المفسرون كعادتهم، في شكلها ولونها، فقال بعضهم كانت طيرا لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب، هذا نسب إلى قول ابن عباس. كذلك قيل عن هذه الطير أنها طير خرج، هي خضرا، طيرا خرجت خضرا، خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. هذا طبعا قول ثاني قيل عن عكرمة. كذلك قيل عن أبو سعيد الخدري، توفي سنة 693، قال عنها أنها حمام مكة. كذلك هناك قول لعائشة تقول أنها هذه الطير أشبه شيء بالخطاطيف، وفي قول آخر أنها تشبه الوطواط. إذا هنا عدة تأويلات لكلمة طير الأبابيل، والأبابيل حتى الكلمة نفسها عند الفقهاء تعني الزمر، وعن عفوا الزمر، وعن الحسن الكترة، وعن مجاهد شتى متتابعة مجتمعة، يعني أسراب من الطيور. احنا ما عندناش مشاكل يا استاذ في موضوع اختلف التأويل دي واختلف العلماء، بس في نقطة حضرتك قلت في البداية ممكن يكون مش سورة الفيل، سورة القيل، وقلت ان نعم كلمة القيل هي معنى كلمة الامير او امير الحرب. نعم فاحنا هنا وقعنا في معضلتين تفسيرين. تفسير ده انت عندك القصص الاسلامي او السيرة النبوية بتتكلم على يعني وصف وشرح حضرتك سيناريو كامل، ومقولة عبد المطلب جد النبي للبيت رب يحميه أما أنا فرب الإبل، وميلاد النبي، ودي كانت بشارة بمولد النبي طير الأبابيل وكذا، والكلام ده منطقي لأن قصة متواترة ومنظمة ما فيهاش غلطة. دي حاجة. الحاجة التانية انا ممكن اميل القصه اللي انت قلتها على اعتبار بعد المسافه وفي ايه اللي يجي من هناك لغايه هنا والكلام ده، على اعتبار انه الاسلام القران تم تنقيطه على يد ابو الاسود الدؤلي في عهد يوسف الحجاج ابو يوسف الثقفي. فانا كده بين قصتين، الاثنين يعتبروا عند كل الناس، دي مقبوله ودي مقبوله، انه ممكن يكون اخطاه في تنقيط القرآن الفيل والقيل بنقطة. لا، اسمحي لي بس، لأنه احنا الآن لسه في بداية الموضوع، نتحدث عن سبب اللي خلاني أبحث في الموضوع، لأنه لسه ما قلتش القصة مصدرها إيه، وجاية من فين، وتاريخيتها، وفين نقط الأسطورة، لسه ما وصلناش لهذه المرحلة. أنا قلت فقط سبب اللي خلاني أبحث في هذا الموضوع بعمق، وكان السبب هو أستاذي الدكتور كريستوف ليكسنبرغ، عندما أعاد تنقيط الكلمات في سورة الفيل، ومنها هذه سورة، قال بأنها سورة، يعني ألم ترى كيف فعل بأصحاب القيل. وهنا أرجع القصة مرة أخرى لليمن، يعني الإشكال اللي حصل عند الدكتور كريستوف ليكسنبرغ انه ارجع القصه الى اليمن، كباقي المستشرقين اللي هم تكلموا عن هذا الموضوع، كمجموعه انا سوف اذكرها واذكر المقاطع التي تحدثوا عنها، ثم اذهب
إلى القصة الواقعية، القصة الحقيقية من كتابة هذه القطعة أو هذا المقطع في صورة الفيلم. فأنا لسه ما بدأتش يعني أتحدث عن هذا الموضوع، أنا تمام. فقط دخلت في موضوع الفقهاء، أقوال الفقهاء ماذا يقولون عن هذه الآيات، يعني ما معنى كلمة أبابيل مثلا، ما معنى كلمة طيرا، كذلك الحجارة من سجيل، ما معنى كلمة سجيل، لأن كلمات صعبة يعني عند الناطق باللسان العربي، فبالتالي هناك تأويلات وتفسيرات مختلفة عند الفقهاء، أريد أذكرها أولا حتى نظهر يعني الرد على أقوال علماء الإسلام في سورة الفيل، ومنها راح تيجي الإشكاليات اللي حضرتك طرحتيها. نعم. تمام، تفضل يا أستاذي، تفضل. أوكي. فأولا قلنا بأنه الطائر اختلفوا في شكلها وذهبوا إلى شكل أسطوري، يعني أكف الكلاب ورؤوس كالسباع، يعني هذه من بين الأشياء اللي هي يعني قيلت كوصف لهذه الطيور، طلعت كما يقول عكرمة أنها لونها أخضر وخرجت من البحر هذه الطيور، ولها رؤوس كرؤوس السباع، كذلك يعني قيل أنها الحمام مكة، قيل كذلك بأنها أشبه بالخطاطيف أو أشبه بالوطاويط، فكذلك كلمة أبابيل معناها سرب من الطيور ترميهم بحجارة من سجيل، الحجارة من سجيل عند علماء الإسلام فهي يعني من طين مثل يعني مثل الحمص والعدس، يعني صغيرة جدا، كان تقذفها هذه الطيور لتسحق بها جيش أبرهة، وقيل عنها أنها طبخت بنار جهنم مكتوب فيها كما حضرتك أشرتي فيها أسماء القوم، وكذلك يقال كما قال عبد الرحمن بن أبرز أنها من الحجارة التي نزلت على قوم لوط، يعني الصواعق التي نزلت على قوم لوط كما هو موجود في كتاب التناخ لليهود. كذلك بالنسبة عند فقهاء الإسلام كعصف مأكول، فجعلهم كعصف مأكول، أي أن أبرهة وجيشه أصبحوا كما قال ابن عباس وقتادة كالتبن، أو كما قال مجاهد وابن جبير كورق الحنطة أكلته الدواب ورثته. إذن هناك كذلك تفسير للطبري قال كزرع أكلته الدواب فراتته فيبس وتفرقت أجزاؤه. إذن هذه هي باختصار التفاسير والتأويلات عند فقهاء الإسلام. بالنسبة لمناقشة هذه الأقوال نجد أن عندما النص القرآني يتحدث في البداية الصورة عن عبارة ألم ترى، هي دائما تكون للعلم بالخبر أو التذكير به، يا إما في الماضي أو في الحاضر، فعلى سبيل المثال في سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، فقوم عاد طبعا هم أبيدوا من زمان طويل بحسب الموروث الإسلامي، وبالتالي هنا إشارة للبعيد أو إشارة للقريب في عصر محمد كما نجدها في سورة المجادلات، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول عفوا. إذن هنا إشارة للقريب، وبما أن هناك قراءة من القراءات عند علماء القراءات كمعجم لابن
ألم يأتيك نبأ؟ فالنبأ هنا بمعنى أنه نبأ يعني وقع في عصر الرسول نفسه، أو في مرحلة التي عاش فيها الرسول سمع عنها. ف هناك إشكاليات كثيرة، منها قلنا أنه أولا كل المصادر الإسلامية كابن إسحاق وتلميذه ابن هشام، وكذلك الطبري في التاريخ وغيره من المصادر الإسلامية التي تحدثت عن قصة الفيل، كلها بعيدة كل البعد عن هذه الفترة ولم يكونوا كشهود عيان. ربما انتقلت الرواية شفاهيا، لكن حدث فيها تغيير واختلطت الأمور حتى أعطتنا هذه القصة الغريبة العجيبة. أولا كما قلت إنه الفيل لو كان فقط فيل واحد كما أجمعت على ذلك فقهاء الإسلام، في منهم اللي قال إنه كالضحاك مثلا قال 12 فيلا، قيل كذلك عن النقاش أنها 13 8 عفوا عن الضحاك، قيل 1000 فيل، لكن الإجماع كان على فيل واحد وكان اسمه محمود كما حضرتك تفضلتي. هذا الفيل طبعا من الأنواع الفيلة الأفريقية لوكسودونتا أفريكانا، هذا النوع اللي هو يتطلب زاد ب يعني كثير جدا. يحتاج هذا الفيل إلى تقريبا 200 لتر من المياه و200 كيلو من العلف يوميا. فلو أخذنا المسافة التي تفصل بين صنعاء ومكة أكثر من شهر، تقريبا 33 يوم، ف 33 يوم يجب أن نضربها في كمية الأكل والشرب اللي يحتاجه فيل واحد في هذه المسافة، وخاصة أننا نعرف أنها منطقة شبه صحراوية، خاصة لو مروا من ناحية البحر الأحمر، من سواحل البحر الأحمر. أما إذا دخلوا وسط الصحراء فهذا يعني من الصعب، لأنه الفيل ليست له غدة تعرق، فبالتالي يحتاج إلى مياه وإلى برك ليستحم وليستطيع أن يعني يسير هذه المنطقة الصحراوية. كذلك هناك إشكالية أخرى، إشكالية أن التاريخ لا يذكر هذه الحملة، عدا المراجع الإسلامية لا يذكر التاريخ حملة لأبرهة على مكة البتة، لأن حتى مكة نفسها عليها علامة استفهام كبير من الناحية التاريخية، هل كانت موجودة أم لا؟ والدراسات الحالية يعني في هذا الاتجاه أنها لم تكن موجودة حتى في عصر الرسول، لم تكن موجودة، ظهرت في القرن أواخر القرن السابع الميلادي وبداية القرن الثامن، يعني في عصر عبد الملك بن مروان بدأنا نعرف مكة كمنطقة جغرافية، لكن قبلها لا يوجد لأي ذكر لهذه المدينة. وقد قدمت حلقة من حلقات التاريخ المبكر للإسلام، تحدثت فيها عن مجموعة من المؤرخين منذ القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي، عن المؤرخين والقادة العسكريين الذين مروا من الأراضي العربية بالقرب من مكة ولم يذكروا شيئا عن هذه المدينة. طبعا لاثريبة اللي هي يثرب موجودة حاضرة قبل الإسلام في التاريخ، لكن مكة لا توجد أي ذكر لها في التاريخ. هناك الكثير من النقط اللي يمكن تتطرق لها على أساس أنه
مثلا كلمة طير، طير الأبابيل، لم تأتي بالتعريف، وإنما جاءت بدون ألف، ألف ولام. وهذا يمكن أن يعطينا تفسيرا آخر كما هو موجود في بعض الآيات، كسورة الإسراء الآية 13: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هنا الطائر بمعنى الحظ عند العرب، أو كما جاء في سورة النمل: قالوا طيرنا بك. فهنا كلمة بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. هذه الكلمة طائركم بمعنى الشؤم والنحس، هذا هو المعنى. إذن ربما لا يكون طائر من الطيور، أنا لا أدري لماذا علماء الإسلام المفسرون لم يذهبوا في هذا الاتجاه. كذلك بالنسبة لتفسيرهم لكلمة سجيل، فسجيل قيل عنها أن معناها الطين كما قلنا، وهذا الطين، هذا الطين يقول بعض علماء الإسلام كالإتقان في علوم القرآن للسيوطي، يقول على أن السجيل أو غيره يقول على أن السجيل هي من كلمة فارسية مركبة من كلمتين سجن جيل، بمعنى الطين، و يعني هي الكلمة فعلا موجودة في اللغة الفارسية، كلمة سينج، لأنه سينج جيل، سينج بمعنى حجر، وكلمة جيل أو خشت تعناه طين، يعني حجر الطين. بهذا المعنى ذهب بعض علماء الإسلام في هذا الاتجاه. بالنسبة للفكرة، يعني أنه تدنيس هذا الرجل لكنيسة القليس، يعني كان من السهل جدا لو حصل فعلا هذا الموضوع، كان يستطيع بسهولة أن ينتقم من هذا الرجل ويقدم أبرهة مكافأة مادية لكل من يحصل على رأس هذا الرجل، أو يأتي به حيا إلى حضرة أبرهة.